درنا، وادي الموت، مراكش، دمار شامل، تركيا وسوريا، زلزال مفجع، الصين، أمطار قاتلة، أفغانستان، قتلى من البرد، الهند، ضحايا من الإعصار والحر الشديد. أما الحرائق في أمريكا وكندا فلم تبقي ولم تذر. إنه عام 2023، عام الكوارث الطبيعية والأزمات المناخية. من كان يظن أن الأرض يمكنها الفتك بسكانها بهذه الطريقة المرعبة في عام لم ينتهي بعد؟ عام 2023 شهد هيجانا للبحار وموجات حرارة شديدة وبردا قارسا وحرائق وزلازل وفيضانات، كلها أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا. لقد كان عاما كارثيا على بني البشر. البداية كانت في يناير عندما ضربت أفغانستان بموجة برد قارسة أودت بحياة أكثر من 160 شخصاً. أما شهر فبراير ومارس فقد شهد فاجعة أم الزلازل في تركيا وسوريا التي سقط فيها أكثر من 50,000 ضحية وخلفت دماراً واسعاً وأكثر من 25 مليون متضرر. ثم ضرب الإعصار الاستوائي فريدي منطقة المحيط الهندي فتسبب في وفاة ما لا يقل عن 1400 شخص معظمهم في مالاوي، وأخيراً فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية ساو باولو البرازيلية وتسببت في مقتل 40 شخصاً وسقوط 24 آخرين في تشيلي بسبب حرائق الغابات. أما شهر أبريل فقد شهد ارتفاعاً في عدد حالات الملاريا في مالاوي وباكستان نتيجة كوارث ناجمة عن تغير المناخ. باكستان وحدها سجلت نحو 1,600,000 حالة إصابة بمرض الملاريا. وما أن بدأ شهر مايو ليبدأ معه إعصار موكا الذي اجتاح ميانمار وتسبب في وفاة 500 شخص على الأقل، ثم اندلاع حرائق بغابات في غرب كندا أجبرت نحو 25,000 شخص على مغادرة منازلهم. في يونيو عانت الهند من إعصار وحر شديد وفيضان غير مسبوق تسببت في موت نحو 282 شخصاً، إلا أن يوليو حطم الرقم القياسي للأشهر الأعلى حرارة على وجه الأرض، لدرجة أن الأمم المتحدة وصفت هذه المرحلة بمرحلة الغليان العالمي. لقد شهدنا مستويات قياسية جديدة على صعيد الحرارة العالمية للجو ولسطح المحيطات أيضاً في يوليو. هذه المستويات القياسية لها تداعيات كارثية على الأفراد والكوكب لتعرضهم لأحوال جوية قصوى أكثر تواتراً ووطأة. أما شهر أغسطس الذي يحظى بسمعة سيئة عند البعض بسبب أحداثه الكارثية كاندلاع الحرب العالمية الأولى وإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي والاعتراف رسمياً بكارثة تشيرنوبيل، فقد كان هذا الشهر في عام 2023 إشارة لما هو آت. حرائق الغابات في جزر هانوي الأمريكية تسببت في مقتل العشرات وإجبار آلاف السكان على النزوح وإحراق 2,200 فدان وخسائر بالمليارات. لقد كانت أكثر الحرائق فتكاً في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن. انتهى شهر أغسطس ولم تنتهي الكوارث الطبيعية، ليشهد شهر سبتمبر على مأساتين من أكثر الفواجع ألماً وحسرة. المغرب يعاني الأضرار وليبيا تغرق. ففي بداية هذا الشهر ضربت المغرب بزلزال عنيف أسفر عن سقوط نحو 3,000 قتيل وإصابة وتشريد آلاف آخرين. وما إن بدأ شمال أفريقيا في التقاط أنفاسه حتى وصل إعصار دانيال وأحدث كارثة كبرى في مناطق شرق ليبيا.
أقساها وأعنفها كان فيضان درنة الذي تسبب في حصيلة قتلى ضخمة بالآلاف، إضافة إلى 10,000 شخص في عداد المفقودين وتشريد نحو 30,000 شخص على الأقل. ده أخويا ديمان.